ستيف شرايبي إعجابه بأحد المعلقين الرياضيين العالميين خوله شق مساري بسلاسة متناهية وبالكيفية التي عبدت له الطريقة نحو النجومية في مجال الوصف الرياضي. كان عندنا واحد الوصف رياضي فرنسي سميتو جون بول بارتليمي. هذا جون بول بارتليمي كان يوصف 100 متر في الاتليتيزم، وتعرف 100 متر شنو هي السرعة ديالها، وكان بواحد السرعة فائقة كاين تا 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 تا. انا تاثرت به وكنت يعجبني في ذاك الوصف ديالو. كنت بعض المرات كندخل ونشد عليا في البيت وانا باقي تنقرا، وكنبدا نوصف فيه بوحدي هكذا، عقلت انه هذاك هو اللي جا عندي ناخذ ذاك الحماس ديالو. وتاثرت كذلك بسي احمد الغربي رحمه الله. سي احمد الغربي كان عنده ما كيتعداش في الوصف ديالو دقيقه جوج، ولكن تيعطيك كل ملخص ديال شنو كيروج. هذاك سي احمد الغربي رحمه الله كان يعني يمكن لي نقول لكم دراسه من المدارس اللي كونتنا واللي جعلتنا، ولكن الفضل كل الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى كيرجع لنور الدين ديره اللي كان تيشجعنا وكيعطينا جميع الامكانيات وما عمره كيحصرنا ولا يقولنا وكيدافع دير اللي بغيتي غير ما تخش على نطاق الالتزام اللي انت عندك. وعند الحديث عن عبد اللطيف شرايبي كواصف رياضي يتبادر الى الذهن بشكل تلقائي طواف المغرب للدراجات. ارتباط الرجل بالدراجه المغربيه كان وطيدا ولا يزال. طواف المغرب جاء يعني الفضل وكل الفضل كيرجع للمرحوم نور الدين قديره. نور الدين قديره كان رئيس القسم ديالنا الرياضي ديال الاذاعه، ولما اختار شكون لي روبورتير اللي غادي يمشيو للروبورتاجات اختار هذا العبد عبد اللطيف شرايبي اللي غادي تمشي للروبورتاج. مشيت انا صحبه الاخ الحسين الحياني الله يطول عمره، مشينا بجوج غادي نديروا الوصف، وكان معنا كوصف ثالث لان كنا كنمشيو توت ليكيب، كان معنا كوصف ثالث السي احمد الغربي، وكنا كنمشيو. وفعلا كنت انا كنتاج شويه، كنت يعني بواحد الحيويه، كنت جيتي تري ديناميك، كنت يعني منطلق ومنجرح، وكان تيعجبني ذاك الحماس ديال المقابل. واللي كان جميل باش يمكن لي نفرض وجودي هو ان الاذاعه الوطنيه كانت كدوز مباشره المراحل ديال طواف المغرب. طيله مسافه زمنيه طويله كان عبد اللطيف شرايبي هو الواصف الرياضي الاجدر لطواف المغرب للدراجات. حيث ملي كنطلقوا في 10 الصباح حتى تنوصلوا في 4 ولا 4:30 ديال العشيه للمدينه ديال خط الوصول، فتبقى الاذاعه مفتوحه في وجه المواطنين. وكان هذا شيء جميل، كندوزوا عبر القرى والمداشر والمدن الكبيره، وكنوصلوا ذاك الحماس ديال الجماهير. تصور انه في بعض المدن كان الجمهور يعني تيكون داك الشيء خارق العاده، ما عمرو كيتوصف. وهذا هو الشيء اللي جعلني انني نكتب العطف ديال الجماهير ونتعرف اكثر، لانني كنت كنوصف بواحد الحماس وبواحد يعني سرعه فائقه. كنت يعني راجل اللي كيبغي يحسس الناس انه التلفزيون راه ماشي هو الراديو، باش يمكن لي نشغل انا ذاك المستمع ويمكن له غادي يبقى غادي معايا من انطلاق المرحله الى وصولها. خصني نحمسه، خصني نخليه دائما تابعني، فإلا طلقتو يمشي لجهه اخرى ما عادش يمكن يبقى ذاك. ولهذا كنت دائما كنتصف بذاك الحماس ديالي باش يمكن لي نجلب عدد كبير من المستمعين. ديال رئيس الجامعه ها؟ انا كنت تحني الراجل. نحن امام معلمه كبيره في المشهد الصحفي الرياضي على جميع المستويات، نصف قرن ديال التراكمات وديال العمل، ومازال الاستمراريه والعطاء والحماس الرياضي بمفهوم ديالو المهني والاحترافي. واقع انه الزعيم عبد اللطيف الشرايبي يعني تجربه كبيره، وايضا في الصحافه الرياضيه بصفه خاصه، وايضا ان الاخ عبد اللطيف الشرايبي معروف في الوصف ديالو بذاك الحماس، وكان ذلك المستمع امامه صوره حقيقيه واقعيه التي ينقلها ذلك الوصف الرياضي الذي اسمه عبد اللطيف شرايبي. الحديث عن عبد اللطيف شرايبي كواصف رياضي مغربي يعني الحديث عن مدرسه خاصه للاعلام الرياضي على مدى مسافه زمنيه طويله. كان رائدا في مجال التعليق ولا يزال يعد بالشيء الكثير.
مباريات الدورة العشرين من البطولة الوطنية الاحترافية على قناة الرياضية. إحدى قمم الجولة تجمع حسنية أكادير بالفتح الرياضي يوم السبت في 4 عصرا مباشرة على الرياضية. حصيلة الأسبوع ترصد وتواكب النسخة الثالثة من البطولة الاحترافية. روبورتاجات، كواليس المباريات، صخب الملاعب وصدى المدرجات. نقربكم من استعدادات ونتائج المنتخبات الوطنية. حصيلة الأسبوع تتابعونها مساء كل أحد بداية الساعة 9 مباشرة على قناة الرياضية. الدورة 20 من منافسات البطولة الاحترافية. شباب الريف الحسيمي، نهضة بركان، الأحد مباشرة ابتداء من الساعة 6:30 مساء. إلا بغيتي حلاقة بالزربة ما تحطلكش على المواعيد المهمة ديالك، من اليوم استعمل جيلات بلو 3 باش تستمتع بحلاقة سريعة وناعمة مع تصميم الشفرات المفتوحة المميز من جيلات بلو 3. غيسهل عليك غاز لكل الشفرات لحلاقة أسرع. إلا كانت السرعة عنوان في الحياة، استعمل جيلات بلو 3 باش حتى حاجة ما توقف في طريقك. جيلات، ما يستحقه الرجال. صباح الخير. صباح النور. شي خبزه سيدي عافاك؟ لا، اش هادشي كامل؟ انا كتعطيني غير خبزه وحده. ماشي مشكل، خذي 7 بثمن وحده. يا شي بروموسيون هادي؟ كاينه البروموسيون على هاد الحساب. عطيني شي تيبا شوكولا. لا، شوف سك عطيتيني غير وحده. على مالي انا هو اتصالات المغرب. السخاوه ديال بصح هي ديال اتصالات المغرب. الى غايه 11 مارس عندكم روشارج ب7 هاد المرات وعلى جميع التعبئات ابتداء من 5 دراهم. ولان عروض اتصالات المغرب كلها سخاوه، استفدوا حتى من الاس ام اس فابور. اتصالات المغرب، عالم جديد يناديكم. افريقيا كتلتزم باش توفر لكم محروقات بجوده مضمونه 100% وفي كل محطات افريقيا. افريقيا، الاختيار الصائب. أرحب بكل المشاهدين الكرام مرة أخرى هنا بالملعب الكبير لمدينة فاس لمتابعة الجولة الثانية من مباراة الوداد الفاسي أمام أولمبيك خنيفكا، الجولة الأولى التي يعني آلت تقدم لفائدة الزوار أولمبيك خنيفكا من تسجيل عبد الجدين الجيلاني من نقطة الجزاء. الهدف اللي جاء في حدود الدقيقة 43، ضربة جزاء أكيد اللي كان فيها اكيد حديث حتى انه الجمهور كانت هناك بعض الاحتجاجات على الحكم عبد الله ابو ليفا. مره اخرى نتابع، كانت تمريره طويله، لاحظوا عبد الكريم بن هانيه يعني يمكن حتى حديثي كان مع الحاج بن الفتوح الحكم، اكيد الحكم الدولي السابق اللي حاضر لمتابعه هذا اللقاء، فيمكن بدا الراي ديالو بان هناك ضربه جزاء، ولكن اكيد بانه الحكم كيبقى اكيد للحكم عبد الله بوليفا اللي اعلن على ضربه جزاء، وبالتالي تقدم لفائده اولمبيك خنيفكا ب1-0. اعتقد بانه احمد العمول كان عنده حديث طويل مع اللاعبين في الفتره ديال الاستراحه، وبالتالي يمكن التوجه اللي غادي يكون ديال فريق الوداد الفاسي هو المرمى ديال الحارس حمزه بودلال لتعديل الكفاله. كنعرفوا نتيجه سلبيه لفريق الوداد الفاسي فغتكون عندها عواقب وخيمه ومكلفه كثيرا، خصوصا بانه الفريق يحتل الرتبه الاخيره ب 13 نقطه، هو كان يبحث اليوم على نتيجه ايجابيه. اولمبيك خنيفكا هو الاخر يعرف بانه 3 ديال النقاط مهمه من خلال التشكيله ديال الفريقين الكبار. ما كاينش هناك تغييرات، ولكن اكيد بانه غتكون هناك تغييرات في بدايه الجوله الثانيه لانه العديد من اللاعبين الان كيقوموا بالتسخينات. غادي ننتظروا ان رده الفعل ديال فريق الوداد الفاسي، خصوصا بانه ذكرت بانه الهدف جاء في الانفاس الاخيره من الجوله الاولى.
اعتقد بان الوداد الفاسي كما كنقولوا ما عنده ما يخسر، لابد انه غادي يلعب من اجل الهجوم. لاحظوا حتى الملامح ديال المعيد البدني والمدرب الان المؤقت احمد العمول، فالملامح ديالو كتبين بانه هناك قلق وهناك كذلك يعني انه كيطلب من اللاعبين انه يكون يعني هناك على الاقل انه الفريق يوصل لمرمى ويخلق بعض المحاولات اللي يمكن تزعزع الدفاع ديال الفريق اولمبيك خويبكا والوصول لمرمى حمزه ابو دلال. يمكن نقول بانه كان تقريبا فرحه خلال الجوله الاولى باستثناء بعض المحاولات، خصوصا المحاولة ديال رشيد تبركاني اللي تسددات يعني وكان بامكانها تخلق يعني وتعطي الجديد لفريق الوداد الفاسي. غنتابعوا ضربه خطا كتنفذ داخل مربع العمليات، رجع دائما لفائده فريق اولمبيك خريبكا ابراهيم لاركو. هذه محاوله رشيد تبركاني لفائده فريق الوداد الفاسي، رشيد تبركاني التقنيه ديال رشيد تبركاني جو اعمال دخل داخل مربع العمليات كيسدد، ولكن كان تدخل ديال الدفاع، الحكم كيقول ما كاين اي شيء بالضبط، كان تدخل ديال جواد اليابيق يوسف عبوده كيلعب الكره في الجهه اليمنى رشيد بريغل. رشيد بريغل كيمرر ولكن فقط تدخل ديال اللاعب عمر تحلوشت او لاعب يوسف جمعاوي، كيبان تراجع بعض الشيء ديال اللاعبين ديال الفريق اولمبيك خريبكا، اكيد بانه غادي يكون الاعتماد على المرتدات الهجوميه. لاحظوا عبد الجديد الجيلاني، هذه محاوله لفائده فريق اولمبيك خريبكا، هناك لمسه يد على عبد الرحيم شكيريط اللي كيصعد لمسانده الوسط الميدان والهجوم ديال فريق الوداد الفاسي. نذكر بانه هناك انذار واحد منذ بدايه اللقاء امامنا، اكيد الزملاء الصحفيين المصورين اللي كيتابعوا هذا اللقاء. فيما يمكن نقول بانه الان الجمهور اصبح بعض الشيء افضل من بدايه اللقاء بعد ما كانت اعداد يمكن نقول مستفزه، ولكن الان هناك بعض الاعداد محترمه التي تتابع يعني اطوار هذا اللقاء. هناك ضربه خطا لفائده فريق اولمبيك خريبكا لفائده لاعب جواد اليامق، امامنا احتياطيين ديال فريق الوداد الفاسي. هناك البرازيلي غوستافو كوريا امامنا، غوستافو كوريا يمكن يكون من الحلول الهجوميه لفائده فريق الوداد الفاسي. هناك رشيد الدحماني، محسن الربجع، عبد العالي باهي، حمزه كارتي، وعدنان الشرادي، هذو لاعبين الاحتياطيين ديال فريق الوداد الفاسي. غنتابعوا هذه المحاوله، سيرج كواديو كيمرر، تدخل كان جيد ديال اللاعب رضوان الدردوري. امامنا غوستافو كوريا، سيرج كواديو بحث على ضربه خطا كيسترجع الكره، ولكن الحكم كيقول ما كاينش هناك ضربه خطا. ياسين الرمش، دائما سيرج كواديو ساقط على الارض، الان جوج ديال اللاعبين ساقطين على الارض، الحكم كيطلب مواصله اللقاء. يوسف سكسيوي تضيع منه الكره، كان تدخل ديال يوسف جمعاوي امامنا، لاعب عمر تحلوشت اللي كان وراء الخطا اللي عطى ضربه جزاء لفائده اولمبيك خريبكا. كيتنفذ الشرط، يوسف جمعاوي طويله، هذه محاوله لفائده فريق اولمبيك خريبكا. هناك تسلل بالفعل، هناك تسلل، كان يعني الحكم ابو سعيد اللي كان رافع الرايه على اللاعب عبد الجدين الجيلاني. الكره كتلعب بسرعه، عبد الرحيم شكيريط، ياسين الرمش كيلعب الكره في الجهه اليمنى، رشيد بريغل اتجاه سيرج كواديو ايفواري. ياسين السهل بغى يغير اتجاه ديال الكره في الجهه اليسرى في اتجاه اللاعب يوسف السكتيوي، ولكن الكره كتخرج خارج ارضيه الملعب، شرط لفائده فريق اولمبيك خريبكا. هناك مباريات قويه خلال هذه الدوره،
يعني يوم السبت النادي القنيطري يواجه الكوكب المراكشي وحسنية أكادير في مواجهة فريق الفتح الرباطي، يوم الأحد جمعية سلا في مواجهة أولمبيك أسفي، وشباب الريف الحسيمي يستقبل فريق النهضة البركانية. مباراة غدور بداية الساعة 6:30، فيما تم تأجيل مباراة الجيش الملكي الرجاء البيضاوي كانت قمة ديال هذه الدورة، الوداد البيضاوي والمغرب الفاسي كذلك من المباريات المهمة، والدفاع الحسن الجديدي المغرب التطواني، مباريات تأجلت إلى موعد لاحق. وأعتقد أنه العديد الآن من المباريات المؤجلة اللي كتخلي حتى الترتيب ما ياخذش الشكل ديالو يعني النهائي. يمكن نقول بأن المغرب التطواني عنده جوج ديال المباريات ولو أنه في الصدارة، هناك أربعة ديال المباريات الدفاع الحسن الجديد، مباراة الكوكب، مباراة حسنة أكادير، نفس الشيء النادي القنيطري، شباب الحسيمي، ثلاثة مباريات الجيش الملكي، أربعة مباريات للرجاء، مباراة الأولمبيك، وثلاثة مباريات المغرب الفاسي. أعتقد لابد من أنه يعني حتى نتابعوا يعني الإجراء ديال هذه المباريات المؤجلة، وبالتالي يمكن غتتضح الصورة بالنسبة للأندية اللي غتلعب من أجل اللقب، وبالتالي ولو أنها هناك أندية الآن اللي أعلن يعني أعلنت على وتم الإعلان على النية ديالها في اللعب، خصوصا المغرب التطواني، الكوكب المراكشي، كذلك الفتح الرباطي، حسنة أكادير، وكذلك الانديه اللي غادي تتفادى اللعب من اجل تفادي النزول. غادي نتابعوا ضربه خطا اللي فايدت فريق اولمبيك خريبكا، فاد ضربه خطا دائريه، تدخل ديال الدفاع اللي كيبعد الكره، اللي كان تدخل قوي ديال عبد الكريم بن هنيه امام اللاعب يوسف السكتيوي. لفت الشرط عمر تحلوجت، يونس المنقري، عمر تحلوجت منقري، عبد الرحيم شكيلات في اتجاه ياسين الرمش، يلعب الكره في الجهه اليمنى عند رشيد بريغل، رشيد بريغل في صراع، الحكم يقول هناك خطا لفائده فريق اولمبيك خريبكا. ابراهيم لارغو كيخلي الكره لجواد اليميق اللي غينفذ الكره في اتجاه عبد الجدين الجيلاني، عبد الجدين الجيلاني خدع الكره، شنو غادي يعمل عبد الجدين الجيلاني، كيمرر ولكن سهله في يد الحارس محمد امين البرقادي، كيلعب الكره بسرعه عند يونس المنقري، ياسين السهل، يوسف السكتيوي، يوسف السكتيوي كيراوق يبحث عن المسانده، كيمرر في اتجاه لاعب سيرج كوافيو، هذه محاوله فايده فريق الوداد الفاسي، يوسف السهل، ولكن التمريره ديالو كتمشي فقط على لاعبين الدفاع ديال اولمبيك خريبكا، كيسترجعوها مره اخرى لاعبين فريق الوداد الفاسي. عبد الرحيم شكيلة الطريقه الجميله، كيلعب الكره في الجهه اليسرى، عمر تحلوج، هذه محاوله لفايده فريق الوداد الفاسي، ولكن كان تباطؤ بعض الشيء من اللاعب يوسف السكتيوي، وبالتالي كتضيع الكره، كيسترجعوا اللاعبين ديال فريق اولمبيك خريبكا التمريره. عبد الرحيم شكيلت، يعني كيبان هناك تغيير في صفوف اولمبيك خريبكا، دخول عمر سربوت، عمر سربوت كان اولى التغييرات لفائده فريق اولمبيك خريبكا. تابعوا الخطا، كان هناك انذار، انذار الثاني في هذا اللقاء اللي كيشهروا الحكم عبد الله بوليفه. تابعوا ضربه خطا عبد الرحيم شكيلت، كيلعب الكره طويله حمزه ابو دلال، يوسف جمعاوي كيبعاد الكره، كيسترجعوا دائما اللاعبين ديال الفريق اولمبيك خريبكا، عبد الجدين الجيلاني، السرعه ديال عبد الجدين الجيلاني، تدخل ديال ياسين الرمش اللي كيبعاد الكره، وعبد الرحيم شكيلت بطريقه جميله باش كيسترجع الكره، الكره في وسط الميدان، يونس المنقري بسرعة كيلعب كرة عند يوسف السكتيوي، يوسف السكتيوي أمامه مساحة، شنو غادي يعمل يوسف السكتيوي، مراوغة ديالو، ولكن العودة ديال عبد الكريم بن هانية اللي كيخرج الكرة للشرق أمامنا البرازيلي كوستافو كوريا،
اللي غيكون البديل الاول في صفوف فريق الوداد الفاسي. عبد الكريم بن هنيه، هناك تسلل، فعل هناك تسلل. رشيد تبركاني، كرة في وسط الميدان، يونس منقري، دابا الكرة لفائدة فريق الوداد الفاسي اللي كيحاول الوصول لمرمى حمزة بودلال. هو الحكم كان يعني، ولو هذا الوداد الفاسي أكيد الهضرة اللي غيكون دابا هو شحنا ناقصين، فالحكم كان أمام يعني لاعبين ديال فريق الوداد الفاسي على أيين، ولكن الحكم كيبقى دائما هو الآخر طرف في اللعبة، ويعني لاعب آخر في رقعة الملعب. هناك شرط الآن لفائدة فريق أولمبيك في البقاع. نتابع يعني عبد الله بوليفة اللي كان خصم آخر أمام الوداد الفاسي، اللي كيبحث الآن على الحلول والطرق المؤدية لمرمى الحارس حمزة بودلال. شرط لفائدة فريق أولمبيك في البقاع كيتنفذ بسرعة. طرف اللاعب ياسين السهل، يونس منقري، ياسين الرمش، صعود الان ديال رشيد بريقل لمسانده الهجوم ديال فريق الوداد الفاسي. تمريره رشيد تبركانين كياخذ الكره، كيحاول يبحث عن يعني بغى يسدد، ولكن السدده ديالو مشات ضعيفه في مرمى يعني في يد الحارس حمزه بودلال. امامنا رشيد تبركانين، ديما دائما كوستافو كوريا اللاعب البرازيلي يستعد للدخول لتعزيز صفوف وهجوم فريق الوداد الفاسي الذي يبحث عن هدف التعادل امام سمات كبيره ديال اللاعبين ديال فريق اولمبيك خلقة. هناك شرط، ولو ان عبد المنعم الحراري كيقول بانه الشرط هو لفائده فريق اولمبيك خلقة. اذا دخول البرازيلي غوستافو كوريا وخروج لاعب يوسف عبوده، لإخراج لاعب وسط الميدان وإدخال البرازيلي غوستافو كوريا. أعتقد أنه رشيد تبركانين هو اللي غادي ياخذ المكان يعني في وسط ميدان هجومي، ودخول البرازيلي اللي غادي يكون كمهاجم صريح، البرازيلي غوستافو كوريا اللي حتى الآن باقي مع ترشيل كثير لهجوم ديال فريق الوداد الفاسي. شرط لفائدة فريق الوداد الفاسي. عبد الرحيم شكلت، تمنى طويلة ديال ياسين الرمش، تدخل ديال جواد اليابيق اللي كيخرج الكرة للشرط. الآن كل اللاعبين ديال فريق الأولمبيك خلي بقى في نصف الملعب، واللي خلق صعوبه للاعبين ديال فريق الوداد الفاسي يعني في الوصول لمرمى اولمبيك خلقة، ولكن الحذاري من الاخطاء تدخل ديال اللاعب، اعتقد اللاعب يونس المنقري اللي بعد الكره. امامنا الاحتياط ديال فريق اولمبيك خلقة، بينهم اكيد او الوداد الفاسي رشيد الدحماني ملقب بفراشه، اللاعب السابق للمغرب الفاسي. بالنسبه للاحتياط ديال اولمبيك خلقة، هناك عمر سربوت اللي دخل يعني كاول بديل بالنسبه لفريق اولمبيك خلقة، اسامه مزبوري، هناك السنغالي ميغنان ناديوف، عماد الرقيوي، محمد عسكري، وابراهيم الباز. هذو اللاعبين الاحتياطيين ديال فريق اولمبيك خلقة، هي اوراق يعني كل مدرب يستعملها في ولا بد من استعمالها في الوقت يعني المكان المناسبين. على اي كره طويله تدخل ديال رضوان الدردوري، رشيد بريكل عند رشيد تبركانين، يعني لاحظوا المكان الان ديال رشيد تبركانين. هذه محاوله، كان هناك خطا في التمرير لحسن الحظ، تدخل ديال عبد الرحيم شكيليط اللي كيدخل الكره في الجهه اليسرى، يوسف السكسيوي، يونس منقري يلعب الكره في الجهه اليمنى، بالفعل كتوصل الكره لرشيد بريكل، يوسف السكسيوي
كيسدات زيدا وتدخل ديال حمزه ابو تلال كان تسديده جميله ديال لاعب يوسف السفتيوي امامنا كيسدد وتدخل اجمل ديال حمزه ابو تلال اللي كيبعد الكره للزاويه واحده من ابرز المحاولات ديال فريق الوداد الفاسد في بدايه الجوله الثانيه. دي محاوله راسيه محاوله اخرى لفائده فريق الوداد الفاسد كانت راسيه ما مشاتش بعيد على مرمى الحارس حمزه ابو دلال. كنلاحظوا التمريره الراسيه ديال البرازيلي غوستافو كوريا اول لمسه للبرازيلي كانت التمريره من ياسين السهل امامنا اللاعب يوسف السفتيوي. مره اخرى نتابع المحاوله تسديده بالرجل اليمنى كتسديده قويه يعني استعظمت في الارض عفوا الكرات اللي كتصطدم في الارض كتكون صعبه على حراس المرمى. هذه محاوله غوستافو كوريا في مراوغات كيمرر في اتجاه الايفواري سيرج كواديو. نحسوا بانه الايقاع ديال المباراه ترتفع خصوصا الان الوداد الفاسي في بحث عن هدف التعادل والسمات ديال الدفاع ديال الفريق اولمبيك خريبكه. سيرج كواديو كيمرر ما كاينش هناك تسلوكه في اتجاه رشيد تيبركانين ابعاد الكره وهناك ضربه خطا وانذار ليونس المنقري. انذار ليونس المنقري كان تدخل لاحظوا كان تدخل في حق اللاعب عقبي الحراري. الحكم كيطلب من طبيب الفريق انه يدخل حتى انه يعطي الاسعافات الاوليه لعبد الحراري. امامنا البرازيلي غوستافو كوريا هل بامكانه انه يقدم الاضافه مره اخرى. نتابع التمريره الجميله ديال ياسين السهل وراسيه غوستافو كوريا ما مشاتش بعيد على مرمى الحارس حمزه ابو دلال اللي كان متالق خصوصا في الصد ديالو للكره ديال يوسف السفتيوي في معبي الحراري يخرج لتلقي الاسعافات. كيبان ما كانش هناك اصابه اللي يمكن تمنع عبد البيل الحراري من مواصله اللقاء رفقه فريق اولمبيك خريبكه. اكيد لاحظنا صراع ثنائي بين عبد الجديد الجيلاني والعميد ديال فريق الوداد الفاسي عبد الرحيم شكلات ياسين الرمش غوستافو كوريا. كرة في الجهة اليسرى ولكن كتخرج الشرط يوسف السفتيوي اللي بغى انه يمرر في اتجاه لاعب رشيد تيبركانين. العودة ديال عبد البي الحراري لتعزيزه فريق اولمبيك خريبكه. تمريرة طويلة تدخل ديال زكريا امزيل بدون اتجاه وبدون عنوان فيما أسامة مزقوري قد يكون البديل الثاني في صفوف فريق اولمبيك خريبكه بعد دخول عمر سربوت خروج تقييد اللاعب حمزه قلعي. شرط لفائده فريق اولمبيك خريبكه لكن عشول الدقيقة 65 دائما تقدم فريق اولمبيك خريبكه بهدف للا شيء. رضوان الدردوري عبد الرحيم شكلات كيبعاد الكرة الكرة ما خرجتش. زكريا عمزيل طريقة جميلة باش بعد عمر تحلوش كرة في وسط الميدان يونس منقري كيمرر عند سيرج كواديو. هذه محاولة لفائدة فريق الوداد الفاسي رشيد بريغل رشيد تيبركانين كواديو لاعبين ديال اولمبيك خريبكه يعني كيحاولوا انهم ما يخليوش مساحات امام لاعبين ديال فريق الوداد الفاسي. هناك ضربة خطا تدخل ديال يوسف نافع في حق الايفواري سيرج كواديو. لعب بسرعة رشيد تيبركانين. هذه محاولة رشيد بريغل كيمرر هذه محاولة غوستافو كوريا ما عرفش واش بغى يوضع الكره
او يحصل على الكره على ايين كيصبح الان مرتد هجومي لفائده فريق اولمبيك خلبقة. في الجهه اليمنى هذه محاوله يوسف جمعاوي التمريره ديالو فقط عند عبد الرحيم مشكلات اللي كيحصل على ضربه خطا نفذ بسرعه غوستافو كوريا سيرج كواديو رشيد تبركاني العوده السريعه ديال المدافعين ديال فريق اولمبيك خلبقة كيتمكنوا انهم يسترجعوا الكره عند عبد الكريم بن هانيه في الجهه اليسرى هذه محاوله عبد النبي الحراري مشى في الجهه اليسرى شنو يعمل مراوغه جميله ديال عبد النبي الحراري ولكن كانت قراءه كذلك اجمل ديال ياسين الرمش اللي كيلعب الكره طويله عند رشيد تبركاني تدخل ديال زكريا عبزين اللي كيبعد الكره اللي اشر فريق الوداد الفاسي اللي يمكن نقول بانه الا كانت النتائج سلبيه فيمكن ما يعني اكيد بانها ما كتكونش حتى الدوره 20 او الدوره فلانه البدايه ديال فريق الوداد الفاسي خلال هذا الموسم لم تكن موفقه يعني تسع دورات الاولى تصوروا معي لم يذق فيها طعم الانتصار حقق فقط 3 ديال التعادلات 6 ديال الهزائم الدوره العاشره هي اللي كانت سجلات اول فوز خارج الميدان كان على حساب فريق الجيش الملكي بهدف ليلى شايف فلما كيكون يعني العدد ديال الانتصارات منذ بدايه الموسم الى الان هو 3 ديال الانتصارات فاعتقد انه يمكن يعني يبرر الرتبه اللي كيحتلها فريق الوداد الفاسي اللي نذكر بانه عنده رغم ذلك عناصر اللي عنده امكانيات كبيره ولكن يمكن يعني تغيير المدربين الامكانيات الماديه واكيد اشياء اخرى اللي كتخلي الفريق انه ما يحققش نتائج ايجابيه وحتى في السنوات الاخيره دائما فريق الوداد الفاسي كان يصارع من اجل الحفاظ على المكانه ديالو في البطوله الاحترافيه هذا الموسم لم يكن استثنائيا الوداد الفاسي يعني كيحتل رتبة اعتقد لا تشرف يعني ونفس الشيء بالنسبه للمغرب الفاسي اللي كذلك في الرتبة ما قبل الأخيرة هي اكيد كتستدعي انه التدخل ديال كل الغيورين لإنقاذ الفريقين كرة عند ياسين الرمش كيلعب كرة في الجهة اليمنى رشيد بريغل العودة السريعة ديال رضوان الدردوري اللي يعني كيمنع كل التحركات ديال رشيد بريغل الان في الجهة اليمنى هذه محاولة شنو غادي يعمل رشيد كيبحث على المساندة رشيد تبركاني كيمرر كضرب الكرة في المدافع جواد اليامير كتخرج للزاوية زاوية لفائدة فريق الوداد الفاسي امامنا اللاعب يوسف نافع كتنفذ الزاوية كتنفذ دائرية وخروج موفق ديال حمزة أبو دلال اللي كيلعب الكرة بسرعة الآن مرتد هجومي 4 ديال اللاعبين على 3 ديال المدافعين عبد الجدين الجيلاني كيمرر هذه محاولة لفائدة فريق أولمبيك خلبقة عبد الكريم بن هانية كيراوغ ولكن كانت المراوغة ديالو فقط الكرة في اتجاه محمد أمين البرقادي ولو أن عبد الكريم بن هانية كان عنده الحلول أنه إما يوضع الكرة في الجهة اليمنى عند عبد الجدين الجيلاني أو في الجهة اليسرى يعني رضوان الدردوري اللي الآن هو في حديث مع عبد الكريم بن هانية وبالتالي كتضيع محاولة أسامة مزكوري هو البديل الثاني في صفوف فريق أولمبيك خلبقة واللي غادي غادر هو عبد النبي الحراري اعتقد انه الاصابه ديالو الاخيره اذا خروج عبد النبي الحراري ودخول اسامه مزبوري اذا اسامه مزبوري كيدخل لتعزيز صفوف فريق اولمبيك خلبقة لاعب اللي عنده اكيد تجربه كبيره سبق له يعني حمل القميص ديال فريق المغرب الفاسي هناك ضربه خطا وانذار لابراهيم لارجو ابراهيم لارجو كيتلقى الانذار
والإنذار الثاني في صفوف فريق أولمبيك خريبكا. كانت تدخل لأسامة مزكوري ولكن إبراهيم لارقولي أنه بعد الكرة. بالتالي عبد الله بوليفا كيشهر الورقة الصفراء في وجه هذا اللاعب. عبد الرحيم مشكلات كينفذ ضربة خطا كيوضع الكرة في منطقة الجزاء ولكن تدخل ديال إبراهيم لارقولي مقدم كذلك مباراة كبيرة سواء على مستوى الدفاع أو وسط الميدان. إبراهيم لارقول اللي سبق له أنه حمل ألوان أولمبيك خريبكا، الدفاع الحسن الجيدي أولمبيك أسفي، النهضة البركانية ثم يعود لحمل ألوان فريق الخريبكي. تمريرة فقط عند الحارس محمد أمين البرقادي، كيلعبها عند رشيد بريغل. رشيد بريغل بحث على المساندة. سيرج كواديو فقط عند اللاعبين ديال فريق أولمبيك خريبكا. يونس منقاري كاينش حلول، يعني اللاعبين ديال فريق أولمبيك خريبكا كيسدوا كل المنافذ امام اللاعبين ديال فريق الوداد الفاسي. كره في الجهه اليسرى عند لاعب يوسف السكسيوي. رشيد بريغل السكسيوي بغى يسدد ولكن السدد ديالو مشات بعيده على مرمى الحارس حمزه عبود لال. هناك مجهود ديال اللاعبين ديال فريق الوداد الفاسي ولكن حتى الان يعني كيصطدم اما بقوه ودفاع ديال الفريق اولمبيك خريبكا او الاستماته ديال اللاعبين الخريبكيين. امامنا عبد العالي باهي، غيكون بديل ثاني في صفوف فريق الوداد الفاسي. رضوان الدردوري، عمجد الدين الجيلاني، مشى رضوان الدردوري في الجهه اليسار. رضوان الدردوري غادي يدخل كيحاول يراوغ مرة تمريره جميله، هذه محاوله دائما لفائده فريق اولمبيك خريبكا. عبد الكريم بن هانيه دخل كيمرر هدف. ياسين الرمش يعني خرج الكره من فوق الخط ديال المرمى، يعني كان هدف محقق. لاحظوا عبد الكريم بن هانيه المراوغه ديالو كيمرر، يعني كانت تسديدات ديال اسامه مزكوري. لاحظوا التواجد ديال ياسين الرمش، يعني كيمنع فريق اولمبيك خريبكا من تسجيل الهدف الثاني. كانت اخطر محاوله ديال فريق اولمبيك خريبكا. فيما اعتقد هناك انذار لعبد الرحيم شكيلات. نتمنوا ان اللاعبين كذلك ديال فريق الوداد الفاسي ما توترش الاعصاب ديالهم، لان هناك العديد من الانذارات بامكان ان اللون ديال الانذار يتغير من الاصفر الى الاحمر، هو اللي ما غاديش يعني يخدم المصالح ديال الفريق الوداد الفاسي. هناك شرط لفائده فريق اولمبيك خريبكا. الحكم كيوقف اللقاء. إصابة ديال أحد اللاعبين ديال فريق أولمبيك خريبكا، أعتقد إبراهيم لارغو الحكم كيطلب من طبيب الفريق. لاحظوا يوسف السكسيوي كان تدخل بعض الشيء قوي. دول المراوغة ديال إبراهيم لارغو، التدخل اللي كان امام اعين الحكم المساعد اللي ما علمش على ضربه خطا. وحنا كنتابعوا يعني المحاوله اللي كانت الاخطر لاولمبيك خريبكا خلال الجوله الثانيه. عبد الكريم بن هانيه يمرر في اتجاه اللاعب اسامه مزكوري اللي دخل منذ قليل لتعزيز الصفوف ديال فريق اولمبيك خريبكا. كان تصدي ديال امين البرقادي ولكن رجل المهام الصعبه هو ياسين الرمش اللي كيتمكن انه يخرج الكره خارج ارضيه الملعب ويمنع هدف كان محقق لفائده فريق اولمبيك خريبكا. هدف اكيد بانه كان غادي صعب الماموريه اكثر على فريق الوداد الفاسي. هناك ضربه خطا. كان هناك تغيير لفريق الوداد الفاسي، خروج سيرج كواديو، دخول عبد العالي باهي. ترجع الكره لفائده فريق اولمبيك خريبكا. تمريره طويله. يوسف السكسيوي، عبد الرحيم شكيلات كيلعب الكره طويله. يونس منقاري عند رشيد تيبركانين،
رشيد تيبركانين. هذه محاولة لفائدة فريق الوداد الفاسي. ياسين السهل، ياسين السهل، تمريرة في الجهة اليمنى في اتجاه رشيد بريغل، رشيد بريغل كي مرار تمريرة كان في اتجاه اللاعب غوستافو. دائما يوسف السكتيوي، يوسف السكتيوي كيبحث على المساحة للتسديد. يونس منقاري، يونس منقاري كيمرر تدخل ديال الدفاع ديال فريق اولمبيك خوليكا، وبالتالي دائما شرط لفائده فريق الوداد الفاسي. طريقه جميله باش احتفظ بالكره ياسين السهل. تمريره من عبد الرحيم اشكالات، هذه محاوله اعتقد كان تدخل ديال الدفاع، وبالتالي الكره خارج ارضيه الملعب. هناك شرط بعد تدخل ديال يوسف نافع. ياسين الرمش، ضغط كبير الان ديال فريق الوداد الفاسي واولمبيك خليبكا، دائما الاعتماد على المرتدات الهجوميه. عبد الرحيم شكلت، والحكم كيرجع للخطا فائده فريق الوداد الفاسي. عبد الرحيم شكلت، لاعب سابق للمغرب الفاسي لفريق الرجاء البيضاوي وكذلك لفريق الوداد الفاسي. هذا اللي كان اللاعب ياسين الرمش اللي كيلعب كمدافع اوسط الى جانب عبد الرحيم شكيلات. جاوا العديد من الانديه الوطنيه، انديه كبيره كالرجاء البيضاوي، كوكب مراكشي، شباب الريف الحسيمي والجيش الملكي. كره في الجهه اليمنى، رشيد بريغل، رشيد تيبركانين، ياسين السهل، ياسين السهل كيبحث على المسانده. اللاعبين ديال اولمبيك خليبكا يعني ما مخليتش يعني اي منفذ امام فريق الوداد الفاسي، ولاحظنا بانه يمكن الحل اللي كان امام فريق الوداد الفاسي هو التسديد، والتسديده اللي كانت جميله ديال يوسف السكتيوي. هذا خطا غوستافو كوريا، غوستافو كوريا كطيع الكره كيسترجعها مره اخرى ولكن خارج ارضيه الملعب، وشرط لفائده فريق اولمبيك خليبكا. غيتنفذ الشرط باللاعب يوسف جمعاوي. سكتيوي، ياسين السهل، هذه محاولة لفائدة فريق الوداد الفاسي. محاولة جميلة ديال فريق الوداد الفاسي، ولكن تدخل ديال الدفاع اللي كيبعث الكرة. كانت محاولة ديال اللاعب عبد العالي باهي، لاحظوا التمريرة ديال رشيد بريغل والتحضير من رشيد تيبركانين. عبد العالي باهي اللي دخل منذ قليل، كانت مراوغة جميلة ولكن تدخل ديال الدفاع. تيبركانين، رشيد تيبركانين، ياسين السهل، هذه محاولة تمريرة داخل مربع العمليات وتدخل جيد ديال العميد حمزة بودلال اللي كيدخل امام البرازيلي غوستافو كوريا. خرج منه فريق الوداد الفاسي اللي يعني صرح العديد من اللاعبين كهشام الغوفير، كريم مفتال، نصر الدين الطرينا، الجناتي، اخميس الوادي، اكيد كلها عناصر اللي كان عندها امكانيات كبيره. كره في الجهه اليمنى اتجاه رشيد تيبركانين، تدخل ديال المدافع جواد اليميق. هذه محاوله عبد الدين الجيلاني، عبد الدين الجيلاني امامه ياسين الرمش. الجيلاني يتباطأ بعض الشيء، كان كيبحث على المسانده. دائما الكره لفائده فريق اولمبيك خليبكا، هذه محاوله ولكن تدخل ديال الدفاع اصبح الان مرتد هجومي. غوستافو كوريا اللاعب البرازيلي كيلعب الكره عند يوسف السكتيوي. تمريره في الجهه اليمنى في اتجاه عبد العالي باهي، ولكن الكره في الشرط، شرط لفائده فريق الوداد الفاسي. 10 دقائق على نهايه ديال المباراه، 10 دقائق، هل بامكانها تهدي الوداد الفاسي هدف التعادل
هل بامكانها تخلي الوضع كما عليه وبالتالي ثلاثه ديال النقاط ستكون غاليه وغاليه جدا لفريق اولمبيك خريبكا في مباراه سد امام فريق الوداد الفاسي، وبالتالي سيكون اول انتصار لاحمد العجلاني على مستوى الشطر الثاني من البطوله الاحترافيه. اما اكيد بانه احمد العمول المعيد البدني والمدرب الان المؤقت اللي يمكن قدم كل ما عنده لفائده فريق الوداد الفاسي في الظروف اللي كيعلمها الجميع. كانت تمريره ياسين الرمش كيضطر انه يرجع الكره لمحمد امين البرقادي. امين البرقادي كيلعب الكرة طويلة كتجاوز نصف الملعب غوستافو كوريا، تدخل ابراهيم لارغو اللي كيبعث الكرة فقط للشرق. أكيد أنه الدقائق المتبقية كتبان طويلة على فريق أولمبيك خريبكا لأنه متقدم في النتيجة ديال المباراة، ويعني يمني النفس في أنه تنتهي المواجهة بهذه النتيجة، فيما أكيد الوداد الفاسي فكتبان بانه يعني قصيره وقصيره جدا. غنتابعوا رشيد تبركاني كيمرر في اتجاه عبد العالي باهي، ولكن تدخل ديال زكريا امزين، هناك تسلل على اللاعب رضوان او عبد الجدين الجيلاني. غوستافو ياسين الساهل، ياسين الساهل كيراوغ دائما لفائده فريق الوداد الفاسي، ولكن رشيد تبركانين فقد التوازن ديالو. ابراهيم لارغو بدايه هجوم لفائده فريق اولمبيك خريبكا. عبد الدين الجيلاني، عبد الكريم بن هانيه، عبد الكريم بن هانيه دائما كيحتفظ بالكره، ولكن كان تدخل ديال عبد العالي باهي اللي كيرجع لمسانده الدفاع ديال فريق الوداد الفاسي. يونس منقاري، غوستافو كوريا امامه مساحه، غوستافو كوريا، رشيد تبركانين، ياسين السهل، ياسين السهل كيسدد كره كانت سهله وبعيده على مرمى الحارس حمزه بودلال. غادي يكون هناك تغيير في صفوف فريق اولمبيك خريبكا، دخول لاعب محمد عسكري وخروج عبد الكريم بن هانيه. اذا محمد عسكري يدخل بدل عبد الكريم بن هانيه اللي قدم مباراة كبيرة، كان وراء الخطأ اللي اعطى ضربة جزاء لفائدة اولمبيك خريبكا وبالتالي ترجم لهدف، هدف تقدم حتى الان. هناك تغيير في صفوف فريق الوداد الفاسي، دخول رشيد الدحماني لاعب سابق للمغرب الفاسي وخروج رشيد تبركانين. امامنا رشيد تبركانين، اكيد كان مجهود سخي من هذا اللاعب اللي قدم اكيد مباراة كبيرة. ذكر بانه اللاعب كان عنده تجارب بالدوري الهولندي الالماني الدوري اليوناني كذلك بالخليج رفقة دبي الاماراتي، وبالتالي تجربته كيوظفها رفقة الوداد الفاسي ولو ان النتائج يعني كتمشي في الاتجاه المعاكس. هناك ضربة خطأ لفائدة يونس المنقري، كتنفذ بسرعة كرة في اتجاه اللاعب البرازيلي، الحكم كيقول ما كاينش هناك خطأ، كيسترجعوا اللاعبين ديال فريق اولمبيك خريبكا. عبد الجدين الجيلاني، عبد الرحيم شكيرات كيخرج الكرة للشرط. يوسف جمعاوي كينفذ الشرط، والكرة مرة أخرى خارج أرضية الملعب. لاحظوا أمامنا المدرب التونسي أحمد العجلاني، أكيد سوف لن يهدأ له بال حتى الصافرة النهائية للمباراة. ذكر بأن أحمد العجلاني هو المدرب التونسي الثاني في البطولة الاحترافية بعد فوز البنزرتي مدرب فريق الرجاء البيضاوي. اللي امامه مهمه غدا امام فريق حوريا كوناكري لتعويض الخساره، خصوصا من فوز البنزرتي من المدربين اللي عندهم تجربه كبيره على مستوى الكؤوس الافريقيه.
اللي سبق له حققها رفقة الأندية التونسية خصوصا فريق الترجي التونسي، وبالتالي يعني الأطر التونسية أصبحت يعني أصبح يغريها يعني الدوري المغربي. هذه محاولة فادت فريق الوداد الفاسي، كرة في الجهة اليمنى، رشيد بريغال كيمرر ولكن تدخل جيد ديال الدفاع ديال الفريق أولمبي خوريغالي كيبعاد الكرة بالضبط. لاعب جواد اليميق اللاعب الشاب واللي مقدم مباراة كبيرة، هذه محاولة ورأسية كانت رأسية للبرازيلي غوستافو كوريا سهلة في يد الحارس حمزة بودلال. نتابع التمريرات ديال ياسين الرمش، رأسية ديال غوستافو كوريا فقط كتمشي في يد الحارس حمزة بودلال. تلك تضيع محاولة أخرى على فريق الوداد الفاسي. هذه محاولة كانت بواسطة اللاعب محمد عسكري دخل منذ قليل صوب فريق أولمبيك خوليبكا رشيد بريغل. لاحظوا ما كاينش حلول، كيضطروا اللاعبين ديال فريق الوداد الفاسي انه يرجعوها. رضوان الدردوري كتضيع منه الكرة، تمريرة خاطئة والإبعاد. محمد امين البرقادي كيلعب الكره طويله في اتجاه غوستافو كوريا، كياخذ الكره كيلعبها في وسط الميدان عند رشيد الدحماني، كيغير اتجاه في الجهه اليمنى ولكن رشيد بريغل اللي الان كيجاوز او كيتم يعني كيحاول انه يساند الهجوم ديال فريق الوداد الفاسي. تقريبا هناك عياء على رشيد بريغل ظهر من خلال هذه التمريره يونس منقاري. عبد الرحيم شكيلات عند امين البرقادي، ياسين السهل، يونس منقاري، عبد الرحيم شكيلات. عبد الرحيم شكيلات كيلعب الكره في الجهه اليسرى، تمريرات تدخل جيد ديال جواد اليميق ويوسف نافع كيبعاد الكره او رضوان الدردوري. سمات الان كبيره ديال اللاعبين ديال فريق اولمبيك خليبكا لانهاء المباراه بهذا التفوق، واللي من خلاله يعني اولمبيك خليبكا الى ان انتهت المباراه بالانتصار فغادي يرفع الرصيد ديالو يعني 19 نقطه. بالتالي على الاقل كيبدا يقترب من وسط الترتيب. هذه محاولة عند جدين الجيلاني، تدخل جيد ديال عبد الرحيم شكيلات اللي كيمنع هذه المحاولة دائما لفائدة الان فريق الوداد الفاسي. يوسف السيوي، يوسف السيوي شنو غادي يعمل؟ رائعة ولكن التجربة ديال زكريا امزيل كانت حاضرة، وتدخل ديال يوسف جمعاوي، يونس منقاري، رشيد الدحماني كتضيع منه الكرة، أسامة مزقوري. الحكم كيقول ما كاينش هناك ضربة خطأ. يونس منقاري ما كاينش هناك حلول. ياسين الرمش، ياسين السهل، لكن عيشوا الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة في انتظار التعرف على الوقت بدل ضائع للجولة الثانية. دائما التقدم لفائدة فريق أولمبيك خليبكا بهدف ليلى شاي. إذا خمس دقائق كوقت بدل ضائع، هناك خطأ الحكم خلى الامتياز رضوان الدردوري وبالتالي ضربة خطأ، ويكون هناك إنذار لياسين الرمش. إنذار لياسين الرمش. هناك حديث مع الحكم عبد الله بوليفا، قلت بانه تقريبا الخطا كان واضح، يعني كان هناك خطا يعني تم ارتكاب ديالو. اعتقد بانه يعني الطرد ديال ياسين الرمش. اذا طرد ياسين الرمش
بعد تلقي الانذار الثاني لاحظوا اللي كان تدخل. إذن ياسين الرمش كيغادر اللقاء، وبالتالي كتصعاب المهمة ديال فريق الوداد الفاسي في الأنفاس الأخيرة من اللقاء. إذن الوداد الفاسي سيكمل المباراة. لاحظوا التدخل ديال ياسين الرمش، أعتقد كان هناك إنذار واضح، يعني تدخل كان واضح والإنذار كان مستحق صراحة، يعني باش نعطيو كل ذي حق حقه. تدخل ياسين الرمش كان عنده إنذار وبالتالي يستحق ورقة حمراء. كيترك فريقه يلعب بعشرة ديال اللاعبين وبالتالي كتزداد الصعاب المهمة. غادي نتابعوا ضربة خطأ لفائدة فريق أولمبيك خريبكا. حكم كيطلب من اللاعبين اللي كيشكلوا حائط الصد أنهم يعطيو الأمتار القانونية. كيتنفذ ضربة خطأ كتستعظم بحائط الصد، كترجع لفائدة فريق أولمبيك خريبكا. إبراهيم لارغو ابعاد الكره فقط عند الحارس امين البرقادي، كيلعب الكره بسرعه. يوسف نافع، رضوان الدردوري، تمريره صراحه فريق الوداد الفاسي يعني يعاني في صمت. فريق اعتقد انه اصبح من الفرق يمكن المرشحه لمغادره البطوله الاحترافيه، خصوصا يعني في ظل النتائج السلبيه اللي يعني يحققها. اعتقد انه الفوز الاخير امام اولمبيك ازافي، يعني الحكم انها كانت مطالبه بضربه جزاء ولكن الحكم كان قريب من العمليه. يطلب مواصلة اللقاء. قلت بأنه الفوز الأخير اللي كان خلال الدورة الماضية أمام أولمبيك أسفي بهدف اللي لا شيء، فأعتقد بأنه أنعش بعض شيء من الأمل لدى فريق الوداد الفاسي، ولكن شريطة تحقيق انتصارات أخرى بما فيها هذه المواجهة. وذكرت بأنه الهزيمة اليوم ستكون مكلفة لأنه فريق أولمبيك خريبكا هو آخر حضر لمدينة فاس من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. هناك ضربة خطأ. لاحظوا التدخل اللي كان ديال اللاعب يوسف جمعاوي في حق اللاعب والمدافع الايسر عمر تحلوش. غادي نتابعوا ضربة خطأ في التنفيذ. عبد العالي باهي، عبد العالي باهي كينفذ دائرية. تدخل ديال يوسف جمعاوي ترجع ولكن الكره خارج ارضيه الملعب، شرط لفائده فريق اولمبيك خريبكا الذي يسير بثبات لانهاء هذه المباراه بانتصار، انتصار مهم. اعتقد انتصار يساوي 6 نقاط لانه جاء خارج الميدان، وبالتالي غادي يعطي يعني متنفس اخر لفائده اولمبيك خريبكا. هذه محاوله تسديده، تدخل ديال الدفاع كترجع عند ابراهيم لارغو. كره في الجهه اليسرى يوسف نافع، ابراهيم لارغو قيم بمباراه كبيره. تمريره عند عبد الجيد الدين الجيلاني اللي كان في وضعيه تسلل امامنا. ابراهيم لارغو يعني لاعب اللي كيتحرك في كل المساحات ديال الملعب، وسط الميدان، في الجهه اليمنى، في الجهه اليسرى، في الهجوم. هذا هو اللاعب اكيد اللي كيكون بادوار مختلفه. اخر تغيير اعتقد انه هو تغيير استراتيجي بالنسبه لاحمد العجلاني لربح بعض الوقت. دخول ابراهيم الباز وخروج ابراهيم لارغو. إذن ابراهيمين، ابراهيم الباز، خروج ابراهيم لارغو. حنا كنعيشوا يمكن الثواني الاخيره من المباراه. محمد امين البرقادي كيلعب الكره طويله، التدخل جيد ديال اللاعب جواد اليامير. هذه محاوله من الجهه اليسرى قد تكون الاخيره. التمريره داخل مربع العمليات دائما لفائده فريق الوداد الفاسي. تسديده، تسديده وتدخل حمزه بودلال. تسديده ديال رشيد الدحماني وتدخل جيد ديال حمزه بودلال، يعني كتسديده قويه عرضيه ولكن
حمزة بودلال في المكان المناسب، والحكم عبد الله بوليفا ينهي أطوار هذه المباراة بفوز فريق أولمبيك خليبقة بهدف ليلاشي، هدف عبد الجدين الجيلاني اللي جاء في الدقائق الأخيرة من الجولة الأولى من نقطة الجزاء. يعني انتصار مهم لأولمبيك خليبقة، ولكن سيزيد من متاعم فريق الوداد الفاسيلي. نذكر بأنه أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ياسين الرمش. شكرا لكل زملائي التقنيين، الوحدة السابعة زميلي خالد مسكوري، سعيد أحفور في إخراج هذه المباراة، هذا هشام فراج يحييكم، ألقاكم في مناسبة قادمة بحول الله. Thank you.